يا بنات فاطمه يا فاطمه. حاضر يا بابا جايين. طب يلا بقى. وانا قلت لك هخرج يعني هخرج يا فندم. يلا بقى يا بنات. حاضر ايه بس؟ ايه يا فاطمه؟ ايه اللي اخركم كده؟ انا جاهزه يا بابا بس مريم مش جاهزه. وايه اللي مخليكي مش جاهزه يا ست مريم؟ كل ما اجي اقول لها اصرح لك شعرك تقول لي انا عاوزه بابي هو اللي يصرح لي. اه عندها حق طبعا، لان هي عارفه ان بابي احسن واحد يصرح لها في الدنيا. هات الفرشه دي. اتفضل. يلا تعالي. ايوه تعالي يا قمر وناخد شعرك كده. يا سلام، طب ما هو شعرك زي القمر اهو. مالك يا بابي؟ مالي يا حبيبتي؟ مفيش حاجة. اصل شكلك زعلان. لا لا ابدا يا حبيبتي، انا مش زعلان ولا حاجة. بابي انت زعلان عشان ماما مش قاعدة معانا؟ لا يا فاطمة، بس يعني وبعدين ما هي ماما كلها 3 4 ايام وهترجع. يلا بقى يلا يلا، انتوا اتاخرتوا وهتاخروني معاكم. يلا اعملي سندوتشات لاختك يا بطه. حاضر يا بابا. الشيخه صباح دي اللي هتعمل لي عمل وهتخليني اجيب الولد اللي طول عمري نفسي فيه. يا شاهد اتفضلي. احنا بنسمع مصطلح غزو ثقافي ده كتير بس للأسف مش بنفهم منه حاجة، ممكن حضرتك بعد إذنك يعني تشرحه لنا؟ ولو إن سؤالك ده يا شاهين ده خارج عن نطاق الدرس بتاعنا النهاردة، إنما هو سؤال مهم ومهم جدا. تحبوا يا أولاد تسمعوا الإجابة ولا نخلينا في الدرس بتاعنا؟ نسمع الإجابة. طيب اقعدي يا شاهين. شاهندة بتسأل عن الغزو الثقافي، وإحنا موضوعنا النهاردة عن الحملة الفرنسية على مصر، وده نوع من أنواع الغزو، ولكن ده غزو بشري يختلف عن الغزو الثقافي. ولكن الآن في الغزو الثقافي اللي بتسأل عنه شاهندة، المسألة بقت أسرع وأسهل وبقت أخطر. يعني دلوقتي أي دولة تستطيع أن تغزو أي دولة أخرى من خلال الوسائل التكنولوجية المتقدمة في لمح البصر. الوسائل التكنولوجية زي الكمبيوتر وزي النت اللي طالع اليومين دول، وزي التلفزيون والفيديو والدش والقنوات الفضائية، وزي الأقمار الصناعية، وهلم جرة من هذه الوسائل. أنا طبعاً مش بقول إن هذه الوسائل غلط أو مش مهمة، بالعكس ده هذه الوسائل التكنولوجية في غاية الأهمية، بس بشرط أن نتعامل معها من خلال ثقافتنا إحنا، ومن خلال ديننا إحنا، ومن خلال مبادئنا الاجتماعية اللي اتربينا عليها.